معنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا لما تسمعوا معانا في البداية الأغنية دي عرفوا ان احنا محققين ومكسرين الدنيا. صباح النصر وصباح الفل وحلقة جديدة وسط الأسبوع وعشرة صبح في الأهلي ومبروك لأن احنا عندنا إنجازات كتيرة جدا وملوك الصلاة زي ما بيتقال. هنتكلم في كل التفاصيل دي على مدار الحلقة. صباح الفل. صباح الفل عليكي. احنا واخدين بطولتين في ساعتين يا حضرات وجايين نصبح عليكم. صباح الفل وأهلا بيكم في بداية حلقة جديدة من عشرة الصبح في الأهلي. إن شاء الله الحلقة دي لن تخلو من الأخبار السارة لأن الحقيقة النادي الأهلي عمره ما بيحرمنا من الأخبار السارة. كالعادة الجزء الثاني من حلقتنا هتكون من خلالها معانا فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هينورنا من خلالها الأستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي وعندنا مواضيع كتير هنتكلم معاه عنها، والفقرة الثانية أعتقد هيتقال من خلالها كلام يهمنا كلنا وخصوصا في هذه الفترة بعد انتشار، بقى أنتوا عارفين يعني الفترة الأخيرة كل شوية برضو كل ما الموضوع يهدى شوية نرجع نتكلم تاني عن كورونا ومتحورات ومتغيرات وإلى آخره، فهنتكلم عن تقوية المناعة مع دكتورة دينا أبو السعود. أعتقد حوار هيهم كل حضراتكم. ملف مهم ولا ينتهي زي ما بيتقال صحيح. وكل شوية الإشاعات كمان عمالة تطلع، يعني فترة يقول لك الصين ظهر عندها فيروس جديد وقفلت تاني وقلنا لهم طب كلوا إيه المرة دي، يعني الواحد عايز يفهم بالظبط الدنيا هتمشي ازاي، بس طبعا ما فيش حاجات موثقه ابدا او اخبار يعني موثقه طلعت، فمش عايزين ان احنا نخاف او عايزين ان احنا نقلق، لكن في نفس الوقت نخلي بالنا موضوع المناعه ده موضوع في غايه الاهميه، وفي نفس الوقت يعني ما ينفعش في حلقه او اتنين، هو لازم يكون على مدار حلقات مختلفه. على كل حال نبدا بقى ونقول صباح النصر والخير عن استحقاق، فعلا مبروك لكل يعني الاهلاويه على تتويج فريق الطايره زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح للمره، بنتكلم ال15 مش المره الاولى ولا الثانيه ولا العاشره طبعا في تاريخ بطولته او بطوله افريقيا. خلينا نروح مع حضراتكم للانديه. طبعا شفنا امبارح يعني كانت مباراه رائعه جدا وقويه امام الترجي التونسي، وكعاده جميع فرق الاهلي فيش فريق او في فريق زي ما بيتقال كده بيلعب على ملعبه او خارجه، يعني مفيش فرق عندنا كالأهلي إن هو يلعب على ملعبه أو يلعب على خارجه، هو توج باللقب على حساب الترجي، وفي تونس كمان بنتكلم على أرضهم بثلاث أشواط مقابل شوط، كانت مباراة قوية جدا أداء رائع جدا من كل اللعيبة ومن كل الفريق عندنا، مليون مبروك. ودايما زي ما بتقال كده الأجهزة الفنية واللاعبين في كل الألعاب فعلا مفرحانة في كل مكان، وأنت بتتفرج يا كريم على كمان الروح العالية طبعا للاعبين إصرارهم في كل المباريات على يعني تحقيق هدف واحد هو فكرة التتويج باللقب. انا ما بكونش رايح ابدا في اي رياضه بمثل فيها النادي الاهلي ان انا عايز افوز وخلاص او ان انا عايز احط سكور كويس وخلاص، لا انا عايز البطوله تكون بتاعتي، انا عايز المباراه تكون بتاعتي كمان اداء وسكور في نفس الوقت، فان شاء الله ده يحقق. لكن شخصيه النادي الاهلي زي ما بنقول دايما فرض نفسها حقيقي في كل لعبه وفي كل مكان، وشفنا ده زمان وشفنا ده دلوقتي، وان شاء الله الفتره اللي جايه كمان تحمل المزيد من الانتصارات. بس امبارح زي ما انت بتتكلم بطولتين في ساعتين
ساعتين صحيح. كانت حاجه فعلا محترمه. صحيح. طب يعني احنا نفسنا في مره نيجي نقول لكم حاجه مختلفه بس مفيش مفر من هذا الامر. يعني لا جديد يذكر يا حضرات النادي الاهلي بطلا لافريقيا في الكره الطايره، وباذن الله كمان نحتفل مع فريق كره اليد النهارده في نصف النهائي ابطال الكؤوس، وبعده ان شاء الله فريق كره القدم هو متوج بالنجمه ال11 اللي كلنا بنحلم بيها. وزي ما بنقول دايما يعني الانتصارات دايما بتجيب انتصارات، والنادي الاهلي هو دايما نادي انتصارات ودايما نادي بطولات. امبارح بالمناسبه عقب تتويج فريق الطايره باللقب الافريقي، طبعا كابتن محمود الخطيب كان حريص انه يتصل باللاعبين وبالجهاز الفني ويهنيهم على حصولهم على هذا اللقب وكمان على الاداء الرجولي طوال مباريات هذه البطوله، واعرب عن كامل تقديره لاصرارهم وكمان روحهم القتاليه العاليه جدا، واكد على ثقته الكبيره فيهم وفي قدرتهم على تخطي التعثر المفاجئ في البطوله المحليه، وهو ما اثبتوه يعني بالفعل في البطوله القاريه، واكد ان الفوز ده اكيد 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 هيحمل الجميع مسؤوليه كبيره جدا لبذل المزيد من الجهد والتالق في كل التحديات التي تنتظر الفريق في المرحله المقبله وبما يتناسب مع قيمه النادي الاهلي وطبعا تاريخه الكبير. طب هتقول لي كده اخبارنا خلصت الحلوه، هقول لك لا لسه عندنا خبر تاني حلو جدا زي ما حضراتكم برضو اكيد تابعته. بيتقال كمان الفرحه كانت فرحتين بالامس تتويج ايضا الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي بلقب دوري السوبر للمحترفين بعد الفوز على فريق اتحاد السكندري في المباراه الاخيره في طبعا دور النهائي اللي اقيم بنظام البيست اوف فايف. فبجد امبارح الواحد كان سعيد جدا، امبارح الواحد كان زي ما بيتقال كده براود، فخور بالانديه عفوا بالفرق المختلفه اللي في النادي الاهلي اللي بجد يمكن البعض كان بيشوف او فعلا على ارض الواقع كانت بتتعثر في بعض المواسم في بعض المباريات في بعض البطولات، لكن دي سمه النادي الاهلي، انت ممكن تقع لكن بتقف تاني على رجليك وبتعوض كل الخساره في سرعه اعتقد غير مسبوقه لاي نادي اخر لو جيت قارنته، وده برضو بلغه الارقام احنا مش بنتكلم من فراغ. فدي بدايه موفقه ان شاء الله نستمر في دم اخبارنا الحلوه في الاسابيع اللي جايه ونتوج بقى بالبطولات باذن الله سواء في السله طبعا او في اليد والطايره وكمان كره القدم، يعني نتمنى ده هيبان باذن الله كمان يوم 30 اليوم المنتظر. ايوه ان شاء الله ان شاء الله خير وان شاء الله نفرح كلنا مع نهايه هذا اليوم يوم 30 من الشهر بإذن الرحمن. كنا اتكلمنا مع حضراتكم اليومين اللي فاتوا عن الموقف المحترم الجميل النبيل اللي حصل مع نجمنا مؤمن زكريا من فخر العرب محمد صلاح، وطبعا دعوته لحضور ماتش النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي، وكمان السماح لمؤمن زكريا بأنه يدخل غرفة ملابس اللاعبين لاعبي ليفربول طبعا وأنه يحتفل معاهم بحصولهم على هذا الكاس، وكلنا طبعا شفنا في فيديوهات مغرقة الدنيا في وسائل التواصل الاجتماعي وفرحتنا كلنا. عشان كده النادي الاهلي ارسل خطاب رسمي الى نادي ليفربول الانجليزي بيهنيه هو وجماهيره بالفوز بكاس الاتحاد الانجليزي، وكمان بيقدم له عظيم الشكر والامتنان على هذه اللفته الرائعه اللي قام بيها كل لعيبه فريق ليفربول، وطبعا على راسهم ابننا وابن مصر محمد صلاح اثناء احتفالهم بالكاس مع نجم النادي الاهلي ومصر مؤمن زكريا. وذكر في الخطاب ان تلك اللحظه التي لمست القلوب وعكست عراقه النادي الانجليزي وقيمه ابن مصر محمد صلاح الذي يفخر جميع المصريين بالمكانه الرفيعه والنجاح الباهر الذي يحققه مع ناديه في كل البطولات، ووجد النادي انه من الواجب ان يتقدم بالشكر لكل منظومه نادي ليفربول اداره ومدربين وجماهير، وطبعا خاص بالشكر النجم الكبير محمد صلاح وتمنى له التوفيق. وطبعا دي مشاعر مش بس النادي الاهلي والقائمين على النادي الاهلي وكل من هو منسوب للنادي الاهلي، دي مشاعر المصريين كلهم ان ما كانتش مشاعر كل العرب. لفته طيبه جدا جدا وربنا يجازيه عليها كل خير ان شاء الله. طيب نروح بقى كمان للفتة تانية وأعتقد خطوة محترمة جدا، لأن اتكلمنا في الموضوع ده أو في الملف ده الفترة اللي فاتت جدا، وأعتقد أن المصريين كلنا عندنا أمال أن البطولة القادمة في أولمبياد باريس 2024 الحال يكون مختلف. فإحنا لما نبقى عايزين نعمل حاجة لازم تبنيها من دلوقتي، لازم تبدأ من قبلها بكتير عشان تكون مستعد. فحرص كبير جدا، وهنرجع تاني ونتكلم، الدولة بتقدم أو بتشتغل على كافة سبل هنا الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة اللي هتخوض المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في مختلف نتكلم هنا كمان الألعاب، عشان امبارح كمان كان حاجة محترمة
محترمة جدا أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن صرف الدفعة المالية الأولى ل 27 اتحاد أولمبي والخاصة ببرنامج الإعداد والتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، وقيمتها كام يا كريم؟ أعتقد ده رقم محترم كدفعة أولى، 40 مليون جنيه يعني تخصص لتغطية احتياجات اللاعبين والفرق القومية اللي بدأت المشاركة في المنافسات الدولية المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة الحالية. بنتكلم كدفعة أولى، فطبعا ده شيء محترم جدا. القصة كلها ان انت لازم تاخد رعاية مادية، وده امر مفروغ منه، ما ينفعش ان انا اتكلم ان انا بدعم معنويا فقط، لازم يكون في رعاية مادية، رعاية فنية، رعاية صحية، في نفس الوقت برضو لازم يكون في تذليل لأي عقبات بتقابل أبطالنا. فده كله في الآخر مع البوتنشل اللي عندنا والسكيلز الموجودة، يعني اللي احنا بنقول أقل الإمكانيات وبتوصلنا زي ما حضراتكم شفتوا في كل الأولمبيات اللي فاتت لهذه الميداليات، لا لما يبقى فيه كمان اهتمام أكبر ورعاية أكبر وصرف أكتر، يعني أعتقد هيبقى فيه فرق كبير قوي في حصولنا على عدد ميداليات، وده اللي احنا بنأمله إن شاء الله في الأولمبيات الجاية. فخطوة محترمة. عشرات اللقاءات لو تفتكري نهواند، حتى من أيام ما كنا في الاستوديو الأولاني اللي قبل ما نيجي طبعا في المدينة هنا، استضفنا قبل كده عشرات الأبطال والبطلات في رياضات مختلفة بعيدا طبعا عن كرة القدم، وتقريبا معظمهم ده ما كانش كلهم قالوها بصيغ مختلفه وفي بعض الاحيان على استحياء ان احنا تقريبا ما عندناش امكانيات، ومع هذا برغم قله وفي بعض الاحيان انعدام الامكانيات في رياضات بعينها، لكن الحقيقه كلمه حق لازم تتقال. على المستوى الفني في اداء قوي جدا بيقدمه لعيبه مصر في مختلف المنافسات الدوليه، ومنها مثلا زي ما اتكلمنا قبل كده مع حضراتكم حصولهم على ميداليات كثيره في بطولات السلاح، الخماسي الحديث، رفع الاثقال، كره اليد، الجودو، الريشة الطايرة، الكرة الطائرة الرملية، الكاراتيه، المصارعة، التايكوندو، الجمباز، ألعاب القوة. وبالمناسبة كل دي ألعاب ورياضات من المهم جدا أن كل اللعيبة وكل الأجهزة الفنية اللي فيها يبذلوا مزيد من الجهد من أجل تحقيق أفضل النتائج وكمان اعتلاء منصات التتويج العالمية، أكيد استعدادا لباريس 2024. وبرضو الجدير بالذكر أنه بيتم حاليا تجهيز البعثة المصرية اللي هتشارك بدورة ألعاب البحر المتوسط للكبار وهران 2022، ودي تعتبر إحدى محطات مهمة جدا وكلها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وطبعا بنتمنى التوفيق للجميع. عايزين نحضر على فكرة. يا سلام. أنا بفكر جداً أروح أحضر إن شاء الله، يعني ونشوف ظروفها ما يكونش في فيروس حاجة جديدة اكتشفناها. لا بإذن الله، لا بس يعني حلو إن احنا نكون متواجدين، خصوصا أنا بحب باريس كمان، فهو معمولة في مكان بالنسبة لي مفضل. خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. لأول السيزون كلنا بنحلم باليوم اللي احنا نكسب فيه الدوري، ده هدفنا الوحيد. كنا مضغوطين قوي 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 كلنا، الماتش اللي فات أثرنا جامد، كنا مركزين الماتش ده ما يضيعش مننا. الحمد لله الحمد لله الدوري أهلاوي. طبعا بشكر جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي كانت ورانا في الفترة الأخيرة، يمكن جمهور أي نادي تاني ممكن بعد اللي احنا عملناه الماتش اللي فات ينتقدنا، لكن هم كانوا في ظهرنا ووقفوا ورانا، والحمد لله اللي احنا فرحناهم النهاردة وكملنا الموسم التاريخي. لا عايز أشكرهم جدا طبعا إن هم ما بخلوش عننا بأي حاجة، عايز اشكرهم ان هم اي حاجه الفرقه توفرت. عايز اشكر اداره النشاط الرياضي، كابتن رؤوف عبد القادر اللي متواجد النهارده رغم ان كابتن خالد العودي ده النادي الاهلي. وجود كابتن رؤوف في الملعب النهارده بيقول لك النادي الاهلي يعني ايه. كابتن خالد العودي هو مدير النشاط، كابتن رؤوف جاي لانه ليه جزء كبير من بنى الفرقه دي. معانا كابتن اشرف توفيق، كابتن سيد مصطفى، كل الناس اللي اشتغلت على مدار الثلاث سنين بنحييهم النهارده. ده مجهود كل الناس، ده مجهود كل الناس اللي اشتغلت ثلاث سنين في بنى الفرقه اللي احنا اتكلمنا من اول يوم ان صعب ان انت توصل لاحتكار البطولات غير لما تمشي مشوار. الحمد لله المشوار ده ما كانش طويل، الحمد لله فزنا بكل البطولات، ويعني وشكوا حلو علينا. واهم حاجه النهارده ان جمهور النادي الاهلي ينام هو سعيد. كلهم كلكم مبروك، كلنا رجاله، ما فيش نجم الفريق، كلنا كنا ابطال، كل ما موت نفسه لاخر ثانيه لعبنا النهارده عشان خاطر جماهيرنا. الحمد لله موسم تاريخي، قدرنا نكسب كل البطولات اللي شاركنا فيها. بنوعد جمهورنا لسه مش بعناش ان شاء الله، لسه جاء افريقيا وهنعمل كل الجمهور ان شاء الله بيحلم بيه ان شاء الله. جيل تاريخي ولسه مكملين، لسه مش بعناش، الجاي بتاعنا ان شاء الله. احنا يعني ان شاء الله لسه اكتر، لسه فيه اكتر، مش عارف اتكلم معلش. لسه عندنا اكتر، ولسه بطوله افريقيا وكاس العالم ان شاء الله، وان شاء الله يعني نسيطر على كل البطولات لمده سنين طويله ان شاء الله. النهارده عايز اقول ان انا قلت في اول الموسم ان فاضل 4، بعد كده قلت فاضل 3، بعد كده قلت فاضل 2، كده قلت فاضل 1، خلاص مش هتروح بطوله تاني. مش هقول بقى فاضل كذا وفاضل كذا، خلاص خلصت، مش هتروح بطولة من جوه النادي الأهلي تاني. طبعا ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. يعني مش فرحنا
تعبنا كتير والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر وقدرنا ناخد بطوله الدوري اللي هي اغلى بطوله في السنه. مبروك لجمهور النادي الاهلي، دي اهم حاجه عايز اتكلم فيها. احنا زعلناهم السنتين اللي فاتوا، هم كانوا متضايقين مننا واحنا كنا واخدين عهد على نفسنا في بدايه السيزون ده ان احنا نعوضهم عن كل اللي حصل، والحمد لله متهيألي ده كرم من ربنا كبير قوي اللي حصل السنه دي. احنا تعبنا واجتهدنا وربنا عمره ما بيضيع تعب حد، فانا كل البطولات دي والله ولا تفرق معانا احنا يعني فرحتنا قد ما فرحه جمهور الاهلي دلوقتي في الشوارع وفي الملايين اللي موجوده في البيوت الحمد لله. يعني كابتن محمود الخطيب ده اسطورتنا، ده بعيد عن هو رئيس النادي بتاعنا، ده هو ابونا وبابانا، يعني طبعا احنا بنهدي له كل البطولات السنه دي. هو دعمنا وهو بصراحه كان واقف في دورنا في كل البطولات، وطبعا هو موجود النهارده وده ادانا دفعه كبيره جدا، ونوعده ان احنا ان شاء الله باذن الله الفترات اللي جايه بطولات اكتر ان شاء الله. الحمد لله، والف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي ولينا جميعا، وان شاء الله يبقى في مزيد من البطولات ان شاء الله لكل الفرق. ومبروك للطايره، مبروك للباسكت، ان شاء الله الكره قريب، والهاندبول ان شاء الله ربنا يكرم كده ان شاء الله ويبقى موسم دايما متميز يا رب. فانيلا الحمراء، الفانيلا الحمراء ليها قوتها وليها بارقها، ولوجو النادي الاهلي على الصدر حاجه كبيره وحاجه تقيله. الحمد لله، مبروك لاعبين رجاله على كل المستويات، والف الف مبروك جهاز فني ولاعبين وكلهم يا رب. بص لعيبه رجاله، جهاز فني على اعلى مستوى، يعني الحقيقه زي ما انت قلت الاداره موفره كل حاجه للفرقه، الفرقه تستاهل، واللي يستاهل اكتر من كل دول جمهور النادي الاهلي. فربنا كرمنا النهارده بالطايره، وربنا كرمنا بالسله، باذن الله تعالى ربنا يكرمنا بالهاندبول، وباذن الله تعالى ربنا يكرم قبل كده كرمنا بالسوبر الهاندبول الافريقي، وان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي احسن، وربنا يكرمنا في الكوره ان شاء الله. احنا طول عمرنا تربينا ان اجيال بتسلم اجيال، الكابتن رؤوف له دور كبير قوي في الانتصارات دي، خالد المهندس خالد العوضي بيكمل هذا المشوار، وباذن الله ربنا يوفقه. خالد العوضي من المكاسب الكبيره اللي النادي الاهلي اكتسبها، ابن من ابناء النادي الاهلي من المخلصين، بيشتغل ليل نهار، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا برضه عشان نسعد جمهورنا، ويبقى دايما الاهلي هو اللي بيسعد جماهيره العربيه والمصريه والجمهور المصري بصفه عامه والاهلاوي بصفه خاصه. الحمد لله ربنا يديم فضله، النهارده انجاز رائع لفريق السله، وان شاء الله من تفوق الى تفوق وتقدم اكتر ان شاء الله. انا بقى سعيد ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي، فخر لي ان انا اكون احد جمهور النادي الاهلي قبل ما بقعد مجلس اداره. احنا اتربينا في حب النادي، اتربينا على ان النادي الاهلي هو اسره واحده، مجلس إدارة، إداريين، لاعبين، جمهور، كلنا أسرة واحدة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. ودكتور محمد شوقي كان بيقول، دكتور طه محمد شوقي بالنسبة لي هو أخ وعزيز جدا بالنسبة لي وقريب جدا لقلبي، ومن قبل مجلس إدارة من زمان. زي ما حضرتك تفضلت وقلت إحنا أجيال بتسلم أجيال، وكلنا بنفخر بوجودنا مع بعض، كلنا سعداء بوجودنا مع بعض. التنافس اللي ما بيننا هو تنافس إن إحنا إزاي كلنا نقدر نخدم النادي الأهلي، بنحب بعض الحمد لله رب العالمين، وده باين على الفرقه وباين في النتائج. وبحب ابارك لجمهور النادي الاهلي وابارك للاعيبه النادي الاهلي، الجهاز الفني والاداري وزمايلي، ويعني انجاز كبير جدا لفريق الباسكت النهارده، وان شاء الله باذن الله ده بيدينا امل في مزيد القادم ان شاء الله. جيل كلهم لسه لعيبه فيهم صغيرين ولعيبه كبار وكلهم بيكملوا بعض، وان شاء الله باذن الله جمهور النادي الاهلي يفضل يفرح بفرقه الباسكت بتاعته مع جميع الالعاب الثانيه. والنهارده كمان ببارك للطايره، كسبنا بطوله افريقيا وسوبر كره اليد من كام يوم، ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا، فان شاء الله مزيد من الانجازات جاي نفرح بيه جمهور الاهلي. فعلا طبعا فريق نادي الاتحاد السكندري فريق كبير جدا، ويمكن كل البطولات اللي لعبناها السنه دي كانت تقريبا النهائيات معاه، فالحمد لله النهارده الجهاز الفني قعد مع اللعيبه، وطبعا رجعنا كل الماتشات اللي فاتت واتفرجنا على نقاط القوه ونقاط الضعف، والحمد لله ان احنا ربنا قدر يكرمنا. وطبعا حفزناهم ان هم لوحدهم كانوا جايين متحفزين، النتيجه كانت في الاول 1-0 وبعد كده 2-1 2-2، فده جيم بطوله يعني جيم كاس ما فيهوش فرصه ثانيه. فهم اللعيبه الحمد لله طبعا رجاله جدا وجم ادوا اللي عليهم واللي كان مطلوب منهم، والحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بالنتيجه. طبعا الحمد لله على المكسب، الله يبارك فيكي، يعني مكسب غالي جدا عليا، بطولة غالية جدا في النادي لينا كلنا. كان يعني يمكن كنا بنتكلم قبل الماتش ان ده من اهم البطولات في تاريخنا، خمس بطولات في السنة مش قليلة. تعبنا كتير، ناس كتير انتقدتنا وفي ناس كتير شجعتنا وكانت واقفة جنبنا. البطولة ما كانتش سهلة، خسرنا ماتشين وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب التالت في اخر ماتش، فده طبعا يعني الموضوع مش سهل، بس الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نفضل ماسكين في بعض
وان احنا نكسب في اخر ماتش بدا ببطوله السوبر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فضل من عند ربنا طبعا. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، بشكرهم وبقول لهم سامحونا لو قصرنا معاكم، بس جيل عظيم وجيل كبير يستحق التقدير زي ما قلت، ومدرب على اعلى مستوى وجهاز فني واداري وطبي صراحه ومجلس اداره وجماهير، يعني الموضوع وراه حاجات كتير جدا صراحه كلها ناجحه وكلها يمكن دعم مستمر وتعب، ويمكن 5 بطولات من فرقه زي او 4 بطولات من فرقه زي الاتحاد، يعني حاجه مش سهله جدا، فرقه عنيده وفرقه محترمه جدا واحنا بنحترمها من زمان، يعني بقول لهم هارد لك واحنا مبروك علينا وجماهيرنا والحمد لله رب العالمين. يا اهلا بيكم مره ثانيه عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وتعالوا بقى نتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بفروعه المختلفه وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سالة حامد، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده انا موجوده النهارده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس خليني انا كمان يا كريم وانا هواندو ابارك لكل جمهور النادي الاهلي، يعني امبارح بعد ما يعني في جميع الالعاب الاخرى قدروا الفرق امبارح ان هم يفرحونا. يمكن خليني ابتدي معاكم يعني بتتويج طبعا رجال الطايره، يعني مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، تتويج رجال الطايره تحت قيادة الكابتن ميدو مصلحي ببطولة أفريقيا للكرة الطايرة واللي أقيمت في تونس بعد ما فازوا على نادي الترجي التونسي ب3 أشواط مقابل شوط، قدروا أنهم يتوجوا الماسترز ببطولة أفريقيا للمرة 15 في تاريخ النادي الأهلي. ويمكن شفنا كلنا مبارح كانت مباراة صعبة جدا في وسط عدد كبير من جمهور الترجي التونسي في قلب تونس، ولكن قدروا أنهم يرجعوا اللقب مرة أخرى للنادي الأهلي. كمان مش بس رجال الطايرة اللي فرحونا مبارح، كمان رجال السلة تحت قيادة الكابتن أو المدير الفني مستر أغوستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي، واللي قدر يعني بفضل تعليماته وتوجيهاته طوال المباراة، كانت مباراة صعبة جدا بالنسبة للفريقين سواء النادي الأهلي أو نادي الاتحاد السكندري، نادي كبير نادي الاتحاد السكندري، المباراة كانت صعبة جدا على الفريقين، ولكن قدروا إن هم رجال السلة يرجعوا اللقب مرة أخرى للجزيرة، واللقب يعني لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخ النادي الأهلي بعد غياب 6 سنوات، قدروا إن هم يرجعوا اللقب مرة أخرى لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. ويمكن امبارح أنا كنت موجودة امبارح يا كريم ونهاوند في المباراة، وشفت يعني الأجواء كانت أكثر من رائعة بعد تتويج رجال السلة وتواجد يعني مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالكامل، كانوا كلهم موجودين عشان يساندوا اللاعبين. وكمان يعني شفنا في يعني لقطه جميله كان موجود الكابتن الخطيب ويعني دكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله، وهم بيسلموا درع الدوري لكابتن الفريق لكره السله يعني الكابتن الكبير والاسطوره كابتن مودي الجرحي كابتن الفريق، وهو بيستلم الدرع وبعد كده بيحتفل مع اللاعبين. يعني كانت اللقطه او الاجواء كانت اكثر من رائعه، ويعني قدروا امبارح كلهم ان هم يفرحونا بعوده اللقب مره اخرى. خليني بقى ارجع ويعني اقول لكم على اخبار جميع الفرق الرياضيه، وهبتدي معاكم بالفريق الاول لكره القدم تحت قيادة مستر بيتسو موسيماني، ويعني بعد راحة لمدة 24 ساعة بعد العودة مرة أخرى من الجزائر، امبارح الفريق رجع واستنى تدريباته مرة أخرى على ملعب مختار التتش، ولكن في بداية المران كان في جلسة مع الكابتن سعد عبد الحفيظ واللاعبين، وكان بيتكلم معهم عن يعني التحديات المقبلة والفترة المقبلة. إن شاء الله هيرجع التحديات مرة أخرى مع عودة المباريات في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وأول مباراة إن شاء الله بكرة مع نادي البنك الأهلي الساعة 8 في الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. كمان بعد الجلسة الفريق بدأ أو خاض يعني فقرة الإحماء مع كابيلو مخطط الإحماء، وبعد كده الأحمال، وبعد كده عفوا الفريق يعني خاض التدريبات بالكرة على ملعب مختار التتش. النهاردة إن شاء الله برضه هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي، النهارده التدريب هيكون الساعة 4 العصر، وبعد كده الفريق بالكامل هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة بكرة إن شاء الله، عشان طبعا يكونوا في حالة تركيز ويدخلوا في أجواء المباراة نظرا لأهميتها في بطولة الدوري. فالنهارده إن شاء الله التمرين الساعة 4، وبعد كده هيدخلوا في معسكر مغلق مباشرة. كمان يعني خليني أقول لكم إن كده بالنسبة لجميع الألعاب الأخرى يا كريم ونهاوند خلاص الموسم يعني خلص بالنسبة لجميع الفرق سواء رجال أو سيدات في يعني جميع الألعاب طايره او كمان يد، ولكن فاضل لسه يعني فرقتين لسه الموسم بالنسبه لهم مخلصي، وهو فريق الاول لكره اليد رجال. النهارده ان شاء الله عندهم مباراه السيمي فاينل
في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، وهيواجهوا النهاردة إن شاء الله نادي دون باسكو الإيفواري. النهاردة إن شاء الله في مباراة السيمي فاينل بعد ما قدروا أنهم يتغلبوا على بطل النايجر نيامي في الدور الثمانية وتأهلوا للسيمي فاينل. وكمان يعني فريق الأول كرة الطايرة سيدات أو فتيات اللي ذهب تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي لسه الموسم بالنسبة لهم مخلصي، وإن شاء الله يعني في الشهر الجاري يوم 19 هيسافروا لتونس عشان يشاركوا في بطولة أفريقيا لكرة الطايرة سيدات، واللي هتقام إن شاء الله يعني برضو خلال الشهر ده، بس هيسافروا الأول قبليها بكم يوم، يوم 19 إن شاء الله. يمكن دي يا كريم ويا نهواند كانت كل أخبارنا النهاردة بالنسبة لجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، وببارك مرة أخرى تاني لجمهور النادي الأهلي بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا لكرة الطايرة والدوري لكرة السلة. أكيد أنا معاك يا كريم ومعاك يا نهواند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. مفيش أي أسئلة، مفيش غير كل الشكر ليكي أكيد زميلتنا العزيزة سارة حامد على هذه التغطية المتميزة. ودلوقتي بقى نروح معاكم للصحافة الرياضية. تحس إن الجو يعني فعلا غريب جدا، يمكن كان دكتور محمود شاهين معانا أول أسبوع وقال لنا هيبقى في تقلبات ودرجات الحرارة هتنخفض بالمناسبة في الويكند تحديدا الجمعة والسبت، هيبقى في انخفاض كمان في فترات النهار، لكن النهاردة الجو تحديدا غريب جدا، لأن أنا أول يعني وأنا نازلة كان الجو برد وبعدين في حر وبعدين رجع برد تاني، يعني لما طلعت اجيب حاجه من العربيه ورجع برده بردت تاني، ففي حاجه مش مفهومه. حتى دلوقتي ورا سالة الجو مغيم وفي هواء. بصي كلمه بردت دي هتوحشنا كتير الفتره الجايه كريم، انت عمال تقول كده بالك من شهر واحد بس ما حصلتش. يكونش الصيف مش جاي بسببك، ما تستعجليش كله جاي. طيب نروح بقى زي ما كريم كان بيتكلم دلوقتي مقر جريدة البوابة نيوز، ومريم سميح هتكون معنا عشان نتابع معها أهم الأخبار في الصحف والمواقع، وكمان طبعا الخبر الخاص بمنتخب مصر والمعسكر الأول اللي هيكون نهاية هذا الشهر الجاري، وكابتن إيهاب جلال واستعداداته، أكيد كلها كل دي حاجات عايزين نعرفها منك. مريم صباح الخير. بصبح عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز، وطبعا أكيد يعني فوز النادي الأهلي سواء في الكرة الطائرة ببطولة أفريقيا الأندية أو أيضا دوري سوبر محترفين على كرة السلة أكيد لا يغفل يعني عن عناوين الصحف النهاردة. والحقيقة أن بوابة الأهرام احتفلت بعنوان خاص جدا لهذه الاحتفالات، وكان العنوان الأول معانا النهاردة: يومك عظيم يا أهلي، فريق الطايره يحلق في سماء افريقيا والسله ملوك السوبر. طبعا يعني بوابه الاهرام رصدت كل الفرحه العارمه اللي سيطرت على جماهير الاهلاويه في كل مكان، خاصه بعد فوز فريق الطايره على الترجي ببطوله افريقيا للانديه، وايضا حصول طبعا فريق السله طبعا على دوري سوبر المحترفين بعد فوزه في سلسله كبيره جدا من البلاي اوفز او بيست اوف 5 على نادي الاتحاد. وطبعا يعني نادي الاتحاد فريق قوي جدا في كرة السلة، وكان يعني الفوز كان إنجاز كبير جدا لفريق كرة السلة. والحقيقة أيضا أن كمان بوابة الأهرام رصدت ردود الأفعال على مواقع السوشيال ميديا، لأن طبعا عدد من الهاشتاجز سيطر على تويتر وعلى الفيسبوك مساء أمس طبعا، ومستمر حتى صباح اليوم، وهو الخاص باحتفالات جمهور النادي الأهلي بالبطولتين دول طبعا على مستوى الألعاب الأخرى. وإن شاء الله يكون طبعا الاحتفالات مستمرة حتى يوم 30 مايو الجاري بعد إن شاء الله ما نتوج بدوري أبطال إفريقيا. طبعا يعني رصدت بوابة الأهرام أيضا كمان أن يعني لقب الطايرة كمان يمكن حصلوا عليه بعد التغلب على الترجي بنتيجة 3-1، والحقيقة أن هم قدموا مباراة قوية جدا على الرغم من وجود جماهير بعدد كبير جدا، وهو الجمهور التونسي اللي كان موجود علشان يؤازر طبعا فريق الترجي، لأن طبعا المباراة أو البطولة كانت بتقام على أرض تونس، واللي بتقام من يوم 5 وحتى يوم 18 مايو الجاري. وعلى الرغم من ذلك طبعا الأهلي قدر أنه يتغلب على كل هذه الظروف أنه هو يحقق بطولة الأفريقية للأندية. أيضا على الجانب الآخر يمكن كمان رصد التقرير فوز أكيد فريق السلة بنتيجة 88-75، وأيضا يعني قال أنه إيهاب أمين كان توب سكورر، وكمان أنه هو أحسن لاعب في المباراة بعدما أحرز 34 نقطة. وكمان يعني يمكن دي كانت البطولة السادسة للنادي الأهلي أو الدوري السادس للنادي الأهلي على مستوى فريق السلة، وأيضا هو أو البطولة الخامسة في هذا الموسم بعد تحقيق 4 بطولات سواء منطقة القاهرة وأيضا البطولة العربية ودوري المرتبط وكاس مصر وأخيرا دوري سوبر المحترفين.
من البوابة سبورت الأسبوع المقبل، إيهاب جلال يعلن قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وغينيا. طبعا ينطلق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وغينيا، واللي هيقاموا يوم 5 و9 من يونيو المقبل. هينطلق المعسكر يوم 30 من مايو الجاري، ده طبعا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار. كمان يمكن قرب جدا أو يعني صرح مصدر خاص البوابة سبورت انه إيهاب جلال يعني يمكن قرب جدا ان هو ينتهي من وضع القائمة واللي بتبلغ عددها او يبلغ عدد اللاعبين فيها 25 بدلا من 40 لاعب. والحقيقة ان إيهاب جلال يمكن هيتم الاعلان عن هذه القائمة في منتصف الاسبوع المقبل. وطبعا كان تم الاعلان عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الجديد او التشكيل الجديد بقيادة إيهاب جلال كمدير فني، ومحمد شوقي كمدرب عام، احمد حسام مدرب مساعد، و أكيد عصام الحضري مدرب لحراس المرمى. وزي ما احنا قلنا في البداية أنه استقر الجهاز الفني على ضم 25 لاعب بدلا من 40 لاعب. والحقيقة أنه يعني يمكن لاعبو الأهلي هينضموا لمعسكر المنتخب يوم 30 مايو الجاري، لأن طبعا يوم 30 هيكون عندهم مواجهة الفاينل طبعا في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في المغرب. ويعني بسبب هذه المباراة هينضموا يوم 31 مايو الجاري لمعسكر المنتخب. يمكن إيهاب جلال وضع أو بدأ في وضع خطة اللعب الخاصة بمباراتي إثيوبيا وغينيا، وكمان يعني الجمل التكتيكية اللي هتكون موجودة في خلال المعسكر. كمان أكد أو شدد إيهاب جلال على عصام الحضري تحديدا أنه يتم الابتعاد عن السوشيال ميديا، خاصة أن هي يعني يمكن قال لهم بلاش كل كبيرة وصغيرة يكون موجودة على السوشيال ميديا ويطلع للجمهور، لأن ده طبعا يتسبب في مشاكل وكمان أيضا بيفقد اللاعبين تركيزهم. من موقع الشروق، ليفربول في مهمة صعبة أمام ساوثامبتون لتحديد مصيره في الصراع على اللقب. يخوض طبعا فريق ليفربول في 9:45 مساء اليوم، يعني لقاء هام جدا وقوي خلال مشواره بالدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون ضمن منافسات الأسبوع 37 من مسابقة البريمير ليج لموسم 2021-2022. ويتمسك ليفربول طبعا بالأمل يفوز باللقب البريمير ليج، ده طبعا بعد أن وصل الفارق إلى أكثر من 13 نقطة وتمكن من الفوز تباعا في كل المباريات. أكيد ليفربول يعني شفناه بيفوز في كل المباريات الماضية الخاصة به مستغلا تعثر السيتي طبعا في يعني اللي كان بيطرده بشكل قوي ومباشر، ورفع السيتي رصيده للنقطة 90 في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف برصيد 86 نقطة قبل مباراة الريدز اليوم أمام ساوثامبتون. كمان يعني يمكن كان محمد صلاح وفان دايك واندرو روبرتسون يعني تعرضوا لإصابات في مباراة تشيلسي الأخيرة، ومن المتوقع ألا يدفع بهم طبعا يورجن كلوب أمام ساوثامبتون الليلة، ده طبعا علشان يحتفظ بهم أو يحافظ على سلامتهم علشان يكونوا جاهزين أو عندهم الجاهزية الكاملة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد واللي هتقام يوم 28 من مايو الجاري. أخيرا من روسيا اليوم، نيوكاسل يقدم مفتاح دوري الأبطال لتوتنهام. يواصل أرسنال في مسلسل نزيف النقاط، وده طبعا بعد خسارته بنتيجة 2-0 على يد نيوكاسل يونايتد في المباراة اللي أقيمت أمس ضمن الجولة 37 وهي الجولة الأخيرة من البريمير ليج، وبخسارته الثانية على التوالي بعد أيام من ثلاثية ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبير وال13 هذا الموسم. طبعا أكيد صعب الجونرز المهمة في التواجد بدوري أبطال أوروبا في العام المقبل أو الموسم المقبل بعد غياب 5 سنوات، وتجمد رصيد الفريق اللندني عند 66 نقطة في المركز الخامس، يعني يبقى على بعد نقطتين فقط خلف السبيرز مع بقاء مباراة لكل فريق منهما. دي طبعا كانت جولتنا الصحفية النهاردة في أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأكيد طبعا كانت مهم جدا أن احنا نرصد أكيد العنوان اللي اهتم أو احتفل بالنادي الأهلي اللي طبعا أكيد احنا فخورين ان احنا بننتمي ليه، لان هو مش بس كان يومنا امبارح عظيم، الحقيقة ان النادي الأهلي دايما بيخلي أيامنا كلها عظيمة. بشكركم جدا، عودة ليكم مرة أخرى. بشكرك كمان، بس قبل ما أسيبك يا مريم محتاجة أعرف منك ونستغل وجودك يعني معانا طبعا، أعرف منك الحالة المرورية أخبارها إيه، وهل فعلا الطقس للنهاردة ما كانش معانا طقس، هل فعلا الطقس دلوقتي متقلب ولا نقدر نوصفه ان هو برد ولا حر؟ خلينا نعرف منك، اتفضلي.
اكيد يا هنوندو طبعا باتجاهنا يعني لا احنا موجودين في مقر البوابه نيوز في الدقي. الحقيقه يمكن الطرق المؤديه لي النهارده يعني اقل كثافه بعض الشيء من اوائل الاسبوع سواء يوم الاحد او الاثنين الحقيقه، بس يمكن في عدد من الكثافات المرورية سواء في محيط جامعه القاهره وكمان اكيد دائري صفت اللبن محور 26 يوليو ايضا عليه بعض الكثافات، ولكن في نهايه الطرق ولكن جميع الطرق المؤديه او المناطق المحيطه بالدقي سواء يعني قصر النيل او بقيه المناطق يعني سواء العجوزه او المهندسين الحقيقه ان هم بهم كثافات مروريه او يعني يمكن اقصد سيوله مروريه كبيره جدا، والكثافات بتتواجد فقط في الطرق المؤديه او المحاور الرئيسيه سواء الدائري او المحور. ايضا يعني يمكن بالنسبه لدرجات الحراره زي ما انت قلتي بالظبط يا نهواند الحقيقه انه الطقس غير مستقر، الحقيقه انه في بدايه اليوم يمكن بتبلغ درجه الحراره يمكن 33 او 35 درجه مئويه، ولكن بتبتدي في او بتبدا في الانخفاض تدريجيا خلال الساعات المقبله، وده طبعا اللي كنا شايفينه خلال الايام الماضيه رغم يمكن دخول فصل الصيف او بدايه دخول فصل الصيف، ولكن الحقيقه ان هي متوقع ليها ان هي تنخفض تدريجيا على مدار اليوم النهارده. كمان في الويكند كان دكتور محمود قال لنا مشكورك جدا زميلتنا العزيزه مريم سميح، الواحد فعلا ما بقاش عارف يشيل الشتوي ولا يحط الشتوي، يعني في ناس اعرفها على فكره نزلت الشتوي تاني، نزلت حاجات من الشتوي تاني، يعني كان بجد فانا سايبه حاجات الجاكيتس والحاجات اللي كده موجوده مش شفتهاش من ساعات، انا بسيبها على مدار السنه عامه، بس فعلا الجو غريب جدا. الغريب كمان مش قصه بس التقلبات دي، قصه المقارنه بالسنه اللي فاتت ويمكن السنه اللي قبلها، شهر خمسة عمرنا ما كنا بنشهد يعني تغيرات بهذا الشكل، يمكن احنا لسه ما دخلناش فصل الصيف بشكل رسمي، ولكن شهر خمسة كان عاده في مصر حر، يعني ما كناش عمرنا في شهر خمسة بنلبس حاجه ثقيله بالليل، صح ولا غلط؟ بصي الحاجه الاكيده ان في اخر كذا سنه يعني لا الشتاء اللي احنا بقينا بنعاصره او بنشهده يعني بنفس كواليتي شتاء زمان ولا صيف دلوقتي زي صيف زمان، الاثنين زمان كان مقدور عليهم جدا بالمقارنه بدلوقتي، كانوا اقل قسوه يعني انجاز التعبير. طيب تعالوا المناخ عامه هو لا ده الأساسي. بصي والا ما كانش العالم كله يتكلم عنه ويتعمل له مؤتمرات دوليه ورا بعض. لا ملف في غايه الاهميه، اتكلمنا عنه قبل كده كتير، بس يعني ممكن نبقى نتكلم عليه او نعمل له فقره على فكره يعني الاسبوع الجاي او اللي بعده، بس هو ملف مهم جدا وعلى اساسه او على اثر فكره تغيير المناخ بتحصل كوارث، مش فكره بس تغييرات في يعني درجات الحراره او المناخ، لا ده بيحصل كوارث ليها تبعات ثانيه خالص. يعني عارفه زمان على ذكر تغير المناخ اول ما المصطلح ده ابتدى يظهر للوجود ومن خلال وسائل الاعلام المختلفه انا ما كنتش ايه تغير المناخ ما كنتش مستوعب بعد ما الدنيا حلوه زي ما احنا ما فيش جديد، بعديها بسنين لا ابتديت بقى ايه حتى من خلال متابعتك لنشرات الاخبار تبتدي تشوفي بقى اخبار غير مسبوقه، ارتفاع منسوب مياه البحار ومحيطات، انهيارات جليديه ممكن يؤدي الى غرق بعض طبعا. الدول انقراض بعض الكائنات، انت عارف بقى الناس اللي هم الاكستريم في الاكتيفست يعني اللي هم بيبقوا متبنيين ملف بعينه زي كده الناشطين دول، في بقى الناس اللي هي عندها اكستريم في قضيه تغيير المناخ دول بقى ضد اصلا الطيارات والعربيات والاي وسيله مواصلات يعني ليها عوادم وحاجات زي كده او ليها اضرار على البيئه، فالناس دي حتى لما بتسافر كان البنت اللي هي الصغيره كانت شكرا كنديه او امريكيه مش فاكره كان اسمها حاجه جيردي حاجه كده وقت ترامب كانت طالعه وهي كانت اكتيفست قوي في الملف ده كانتش بتسافر لما يبقى عندها مؤتمر بالطياره اصلا، يعني الاكستريم عندهم كان عالي قوي، ف يعني بس دي بتهيألي صعبه قوي يعني هنسافر ازاي يا جماعه؟ ونطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل كلام. مرحبا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى، زي ما نوهنا في بدايه الحلقه احنا بنتكلم ان التحديات كبيره جدا امام فريق الكره بالنادي الاهلي، سواء بنتكلم طبعا برضو محليا او قاريا، وعندنا ماتش مهم بكره في مسيره الفريق يعني مسابقه طبعا الدوري امام البنك الاهلي، وده يعني يعتبر برضو فريق تقيل جدا اكيد في استعدادات لازم هتكون مختلفه، مش عايزين اكيد نخسر كمان هنا بنتكلم اي نقطه، فباذن الله الموضوع يعدي اداء ونتيجه زي ما احنا عايزين. خلينا نرحب على كل حال بالاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي. بونجور، نورنا يا فندم والله دايما. تاني بونجور ما بتسالش لحضرتك غير عندنا في اي برامج ثانيه احنا غير برضه. لا بابا سعيد جدا بوجودي معاكم والله احنا كمان سعداء بوجود حضرتك معانا منورنا، ومناسبه جميله جدا ان احنا نحتفل بالانجازات اللي حصلت امبارح كان يوم جميل للاهلي ساعتين يا استاذ سامي بالظبط، بس قبل ما نتكلم على البطولتين اللي اتحققوا في ساعتين وقبل ما نتكلم كمان على مشوار النادي الاهلي محليا وقاريا عايزين نقف عند اللقطه اللي الناس كلها وقفت عندها
لقطة محمد صلاح مع مؤمن زكريا، شفت المشهد ده ازاي؟ يا سلام عليك، ده مقالي اللي نازل بكرة في الجمهورية بالصدفة يعني، ما أنا مش متفق معك على حاجة. أيوة. لقطة إنسانية جدا جدا جدا، فيها جبر خاطر المؤمن اللي هو يعني، من هو مؤمن زكريا في الملاعب يعني، نجم موهوب ومميز جدا، ووقف الصلاح معاه في كأس الاتحاد الإنجليزي وبعد الفوز دي يعني تاريخية، لقطة تاريخية ودفعة معنوية قوية لمؤمن زكريا، لمؤمن زكريا نفسه انه يعني يحس انه هو لسه يعني مكانته محفوظة عند الناس وما تنساش. ودي على فكرة مبدئيا وجهة نظر النادي الأهلي ومجلس إدارته انه هو في ظهر هذا النجم دايما. وصلاح وعلى قوته بالظبط، وصلاح كان يعني أكد يعني من ناحية أخرى ان هو انسان مصري صميم بوقفته جنب مؤمن، ولقطه الكاس دي كانت مؤثره جدا، انا الى حد كبير انفعلت معاها، وده مقالي اللي نازل بكره في نفس الحوار يعني. فانا شايف ان شاء الله نفرح بمؤمن زكريا بعودته قريب ان شاء الله بالشفاء الكامل يا رب، وندعو له ونتعلم من هذه اللقطة الجميلة اللي يعني هي تأتي في وقت يعني مهم جدا لمقاومة التعصب والسلوكات الغير الجميلة اللي بنشوفها أحيانا في الملاعب، ودرس من نجم كبير محمد صلاح لكل لاعبتنا في ملاعبنا إن شاء الله. أستاذ سامي، عايزين نروح لملفات مهمة، وفكرة هنا هنتكلم عن الأهلي قاريا ومحليا، وأنا هبدأ منك. اللي بتقلق مني ليه؟ الله، أنا لسه قلت حاجة ما اسألش طب كريمي لا لا، وأسئلتي النهاردة ما فيها حاجة، دي استهلت الكلام بمونجوري يا أستاذ سامي، مالكش حق يا أستاذ سامي لا عايزين والله يعني، أنا مش هسألك أسئلة والله خلاص يعني، ملفات أنا عارف حضرتك فاكر هسألك فيه، أصل الموضوع ده يعني احنا منتظرين بقى في رد فعل، خلاص احنا عملنا اللي علينا، فالموضوع دلوقتي مهما اتكلمنا فيه مش هيجد اي حاجه، فخلاص لا موضوع الملعب والكلام ده كله مش هنفتحه اصلا مع حضرتك، احنا عايزين نتكلم فنيا واستعداداتنا، لان المباراه برضو اكيد لها ظروفها الاستثنائيه هذا الموسم، فبتشوف الاستعدادات او احنا على قدر من الاستعدادات الى اي مدى، وبتكلم هنا فنيا وبتكلم هنا اداريا وبتكلم ايضا نفسيا. طب انا هاخد برضه من كلامك ان مجلس اداره الاهلي كان على مستوى المسؤوليه تماما في التعامل مع هذه الازمه لاثبات حق النادي الاهلي. يعني رغم ان طبعا مش عايزين نعطل نفسينا ونعطل الفرقه وندخلها في دوامات مالهاش لازمه. بالظبط، كل ده تشتيت مالهوش لازمه فعلا. مالهوش لازمه، انما يعني مجلس اداره الاهلي كان عندي على مستوى عالي من الوعي وتحديد المواقف عشان ما يحصلش تاني بعد كده يعني. لكن الاهلي اولا واخيرا هو بطل افريقيا في العشرة وفي الحداشر ان شاء الله، فيعني ده اللي احنا لازم ناخده منهجية في الايام الجايه لحد يوم 30. هنلعب فين بقى؟ في الدار البيضاء مش في الدار البيضاء؟ احنا واخدينه منهجيه، ودي التاهل المره الثالثه على التوالي، واكيد الوداد عارف الكلام ده كويس وعارف هو بيواجه مين وكل حاجه، فاذا كان هناك كفه راجحه وده هنيجي ليه يعني، ما اعتقدش ان الوداد هي الكفه الراجحه ابدا، طبعا هيبقى ماتش مهم وهيبقى ماتش صعب، لكن انت طبعا بلا شك، بس انت لازم برضو تروح وعارف ان انت يعني انت بتحقق ان شاء الله ال11 ورحت قبل كده مرتين قبلها وتاريخك ايه، ويعني معلش برضو الواحد يبقى عارف هو واصل لفين. مهمه جدا، انا زرت المغرب كتير واقدر اقول لك ان جمهور الرجاء هيكون في ظهر النادي الاهلي. انا سمعت على فكره حاجات زي كده يعني من دلوقتي، صحيح بقى الخبر ده يعني؟ انا يعني قريتها بس ما كنتش عارفه مصداقيه هذا الخبر. يعني فرقه الاهلي هيكون ليها مساند طبعا، احنا قلوبنا كلنا معاهم في هذه المهمه وان شاء الله يعني هي مهمه صعبه ولكن سهله برضو. الاهلي بطل 10 مرات
والثانية على التوالي وممكن الثالثة على التوالي إن شاء الله. عنده هدف كبير جدا إنه يسعد جماهيره ويروح المونديال للمرة الثالثة على التوالي ويحقق برونزية إن شاء الله. أنا أتوقع إنه أنا كتبتها إنه هو إن شاء الله أيوة يكون في النهائي المرة دي في كأس العالم للأندية إن شاء الله. يعني فضية ذهبية المهم في التواجد. معانا على التليفون من تونس الاستاذ محمد مصلحي المدير الفني للفريق الاول للكره الطايره رجال دي النادي الاهلي اللي طبعا بنبتدي كلامنا معاه بمليون مبروك مليون مبروك. اهلا اهلا بيك يا استاذ مصلحي. اتفضل. صباح الفل. صباح الفل. اهلا بحضرتك يا فندم. اولا طبعا يعني شيء عظيم جدا الانجاز اللي اتحقق وحاجه مشرفه جدا، واكيد برضو النوع ده من الانتصارات اللافته للانظار ما بتجيش من فراغ، بيبقى وراها كواليس وراها مجهود وراها قصص كتيرة عايزين نتعرف ولو على جانب بسيط جدا منها بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. الحمد لله طبعا مكسب امبارح بطوله افريقيا للمره ال 15 في تاريخ النادي الاهلي، ده طبعا ريكورد النادي الاهلي للكره الطايره. الحمد لله ربنا اكرمنا وعوضنا خير بالبطوله دي في تونس على خصم عنيد وخصم قوي زي الترجي جماهيره يعني وفي ارضه ووسط جماهيره. الحمد لله هو ربنا عوضنا خير الموسم المحلي وكسبنا بطوله كبيره الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. شفنا من شويه تقرير كده اتعمل مع مجموعه من اللاعبين بعد الانتصار ما اتحقق بالفعل. يعني دايما لعيبه النادي الاهلي في الرياضات المختلفه تحسهم كلهم يعني على قلب رجل واحد وعندهم هدف واحد ما بيشوفوش غيره، فكره الانتصار. حتى لو كنا مرينا في رياضه ما مع فريق ما بشيء من التعثر لكن عندنا قدره دايما نقوم ونقف على رجلينا. فتفسر بايه الروح الاهلاويه الغريبه دي؟ هو اي حد بيبقى داخل منظومه النادي الاهلي اول ما بيخش يعرف كويس جدا ان النادي الاهلي بيبقى هدفه الاول مركز الاول بس، وهدفه دايما نكون في المقدمه. إذا كان في حصل إخفاق أو أي حاجة الحمد لله ربنا عوضنا خير واللعيبة أدت ما عليها، وبالذات اللعيبة الكبار والناشئين الصغيرين اللي نزلوا امبارح في الملعب، يعني كل الناس عملت عليها وزيادة والحمد لله ربنا عوضنا إن إحنا نقدر نسعد جمهور النادي الأهلي ببطولة، يعني نطلع السنة دي ببطولة قيمة وهي بطولة أفريقيا الحمد لله. عموما مليون مبروك مره ثانيه، تهانينا لحضرتك ولكل اللعيبه وللجهاز الفني والاداري، مليون مبروك على الانجاز المحترم اللي اتحقق وان شاء الله مستنيين منكم المزيد من الانجازات. حاجه تفرح بقى كده يعني ان انت تقعد تسمع اخبار مختلفه خاصه بالنادي الاهلي، وامبارح واحنا بنتفرج على الماتش الواحد قال الحمد لله. يعني دايما كده تحس ان في حاجه بتعوض بشكل كبير جدا زي ما كريم كان بيتكلم اللي هو حتى لو تعثرت فتره بترجع تاني تعوض دي روح نادي الاهلي. يعني حسن خاتمه بصراحه. امبارح خاتمه فيعني في ساعتين نحقق بطولتين كبار جدا وقدام منافسين لهم كل التقدير والاحترام، يعني حاجه اسعدتنا جميعا في النادي الاهلي. وده انا عايز اعلق بس ان اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب قدرت تقف ورا الاجهزه الفنيه رغم العثرات السابقه اللي يعني وتصلح اي مشاكل وتصلح وتسد الثقه والثقه في اللاعبين في الاجهزه الفنيه يوصلوا لهذا المستوى. يعني ماراثون في السله خمس ماتشات وبطوله من الخارج في صحيح. ولسه استاذ سامي على كل حال احنا هنرجع تاني لان ملف يعني كره القدم اكيد لسه ما خلصش مع استاذ سامي. فاصل سريع جدا وهنرجع لحضراتكم. فقرتنا لسه مستمره مع الاستاذ سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي، وقبل ما نسيب ملف افريقيا لسه في كلام شويه. خلاص خلصنا من الملعب بقى نخش على الحكام ولا بلاش؟ لا. انا مش عايزه اخش الصراحه على الحكام، ملف تاني وملف مقلق للبعض. خليني يعني لحضراتكم برضو الصوره، البعض عنده قلق شديد زي ما كان عنده قلق من فكره اختيار الملعب بهذا الشكل، عنده قلق من قبل الحكام او اختيار الحكام. بتشوف يعني المشهد هيبقى عامل ازاي استاذ سامي؟ انا مش حابب ان احنا ندور لفرقتنا او لعبتنا على مخارج للاحباط. احنا مش بندور، احنا بنحاول نشوف المشهد بشكل لا سليم. لا بس نعرف احنا داخلين على ايه. احنا على ثقه ان الموقف في هذا النهائي مش فير. ده اكيد سواء باختيار الملعب او طاقم تحكيم بشكل معين
او منافس بجمهوره، بينما الاهلي بدون جمهور. فطبعا ما فيش عداله، لكن ثقتنا كبيره في لعبتنا وفي الجهاز الفني ومجلس ادارته ان هم يكون عندهم مستوى مسؤوليه التاريخيه. هم ابطال 10 مرات ومميزين جدا في انجاز هذه البطولات. في تحديات كثيره جدا خضناها افريقيا واصعب من الجوله الجايه دي في الدار البيضاء. فبالتالي يعني بنحط كل ثقتنا في جهازنا الفني ولاعبتنا ان هم يقدروا يتخطوا ويحققوا الحلم مع اي ظروف بقى. مع أي ظروف. يعني خلاص احنا لازم نبقى رايحين فاهمين ان الظروف ربما بتاعك تكون مش لصالحنا تماما. جمهور مش بتاعك، اتحاد افريقي مش فير. فبالتالي يعني كل دي تحديات ومنافس قوي كمان. طبعا منافس قوي جدا يعني. طبعا يعني والاهلي كبير افريقيا طبعا، فلازم نحط دي في الاعتبار. ان انا رايح ارجع بالكاس، رايح ارجع بالله. هو ده اللي احنا حاطينه كويس ان شاء الله جدا. بدون اي مرجعيات ثانيه او قلق من اي حاجه، وثقتنا في جماهيرنا ولاعبتنا ان هم يعني هيقدروا يعملوا الحد من الحد عشر ان شاء الله. خلينا بقى نروح للشأن المحلي والدوري المحلي، وعندنا ان شاء الله يعني ماتش مهم جدا قدام البنك الاهلي. واكيد زي ما كنا بنقول من شويه مفيش مساحه للمزيد بقى من نزيف النقاط. واحنا الفتره اللي فاتت برضو كانت الدنيا مش ماشيه قوي على هوانا، تعادل متحقق مرتين، خساره امام فريق المصري. فكرك ماتش البنك الاهلي بدايه كده هيكون عامل ازاي؟ والمفروض ان الفتره الجايه محليا الاهلي يعمل ايه عشان ما يحصلش نفس اللي حصل في الثلاث لقاءات تحديدا السابقين؟ طبعا سبع نقاط ضايع في ثلاث لقاءات مهمه جدا في سباق الدوري مشتعل من البدايه. فلكن انا بقول ان المسؤوليه هنا كبيره جدا في ماتش البنك الاهلي غدا ان شاء الله على اللاعبين والجهاز الفني. مفيش يعني في مسؤوليه نابعه من مكانه النادي الاهلي من ناحيه، من خساره اللقب الموسم اللي فات من ناحيه اخرى، ومن ان هو يعني كبير القاره الافريقيه من ناحيه ثالثه ووصل النهائي. كل دي مسؤوليات موضوعه بقوه وحمل على لاعيبه الفريق والجهاز الفني لتحقيق فوز مهم عابر للازمه. الازمه اللي هي خسرنا الاهلي خسر فيها سبع نقاط متتاليه في ثلاث مباريات واتاخر شويه عن السباق الصداره. وطبعا الاهلي اللي هو حوالي اربع مباريات مؤجله يقدر يعني، بس الافتتاحيه غدا مهمه جدا اكيد. بس هل حضرتك بتحس بفرق في الاداء محليا وقاريا؟ يعني الاهلي في افريقيا زي الاهلي في الدوري؟ بحس بهذا الفرق طبيعي، ربما لان الماتشات الافريقيه اقصائيه يعني جيم قصير جدا طبعا، وبينما الدوري هو الاهلي هيتحط عليه حمل ثقيل قوي في الفتره اللي فاتت بصراحه. كل 72 ساعه بيلعب ماتش صحيح. صعب صحيح. فلما حلم البطوله الافريقيه ده بيخلي طاقات تخرج وتتفجر لدى اللاعبين، وكمان ذهن الجهاز الفني بقياده موسيماني بيبقى عنده رؤيه يعني مرنه شويه في التعامل مع الملعب والخصم. بينما الدوري يعني طويل المدى ونفسه طويل، محتاج فعلا نفس طويل. الاهلي مميز في الحته دي طول عمره بتاريخ بطولاته وانجازاته، فلازم الكبوه اللي حصلت في فقط السبع نقاط مؤخرا لازم تصلح بكره بدايه لما هو اتي. خصوصا اتحاد الكوره حط جدول جديد لكاس مصر، فالحمل زاد على لعيبه الاهلي في كاس مصر، في الدوري، في افريقيا، في تصفيات مع المنتخب. لو شويه كمان هنزود عليهم كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دي بشره خير منك ان شاء الله. خير ان شاء الله. طب استاذ سامي والله بتضحكني ليه يا استاذ سامي؟ والله حاسه الاسئله عاديه والله العظيم.
لا سؤالي عادي والله. احنا خسرنا الدوري العام اللي فات تمام، وخسرناه لاسباب معينه، منها اللي احنا كنا فيها عندنا اخطاء ومنها اخطاء خارجيه. هذا الموسم او هذا العام بتكرر نفس السيناريوهات الى حد ما، مش تيبكال بس الى حد ما. بتشوف ازاي ممكن ان احنا نتغاضى عن بعض او نعدي بعض المشاكل او السلبيات او النقاط الضعف اللي كانت عندنا في السنه اللي فاتت، عشان ما اقدرش اجي اقول بعد كده اصل انا كان عندي 1 2 3 4 هو اللي ما ساعدنيش ان انا اخد اللقب المحبب للاهلاويه وهو الدوري. بمنتهى الصراحه بالظبط، يعني بمنتهى الصراحه انت جبت الاجابه، يعني الدوري هو البطوله المحببه جدا للاهلاويه على مدى تاريخهم من الاربعينات، وبالتالي يعني لازم نبص اللاعبين يكون عندهم الثقه في انفسهم في ماذا يريد الجماهير منهم. يعني لما وضع مبررات او مش هتخلص المبررات دي على فكره، يعني عمرها ما هتخلص. طب ما ده كان موجود السنه اللي فاتت، فكره ثقه اللاعبين وفكره رغبه الجماهير واللي يعني قبل اللي فاتت. واللي قبل اللي فاتت طيب امال ايه اللي حصل؟ يعني لازم النقطه تبقى غاليه علينا قوي، النقطه تبقى غاليه على لعيبه الاهلي ويعرفوا يعني. انا ليا شويه انتقادات فنيه بس مش عارف مجالها دلوقتي ولا لا. واحنا معانا دقيقتين، انا شفت ان هي صلحت كتير جدا النقاط الفنيه في ماتش وفاء الصيف في القاهره بدليل الاربعه اهداف طبعا. يعني الفرصه اللي قدام المرمى الخصم ما ما مش لازم يبقى مجرد فرصه وخلاص، لازم ابقى حريص عليها كانها قطعه ذهب واوصلها بقوه واهز الشباك. صحيح دي اللي انا بشوف ان كان بيحصل تبديد في استغلال الفرصه، تبديد ربما قله تدريب، ربما تسرع. لا انا هحط عنوان بصراحه وكلنا هنتفق عليه كمان، يمكن البعض يشوفه مش مبرر بس معلش هو كان ليه عامل كبير، هو فكره الاجهاد القاتل. يعني اللعيبه بتوعنا كانوا مستهلكين ومش بس بدنيا، ده بيؤثر فنيا وبيؤثر طبعًا نفسيا وزهنية. فالوضع كان بصراحه غريب خلينا لا وهو في كان في قسوه بالفعل على فرقه الاهلي، واضح ان ده قدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يشتغلوا تحت ضغط ويتعاملوا مع منطق غايب في كتير، يعني بيلعبوا في كذا قطاع وكذا بطوله، افريقيا مع المنتخب، افريقيا مع الفريق، يعني في كذا مسار في نفس الوقت، يعني ده مش موجود عند اي لعيب تاني. ما هو ده ترجع للجدول بقى، يعني جدول المباريات من يضعه، من يؤسسه، من ينظمه، ده اللي بنعانيه من في اتحاد الكوره وفي الاتحاد الافريقي. يعني عندهم قسوه يعني على الاهلي بشكل خاص بالظبط، وانا باكد مره ثانيه ان الاهلي مستهدف من الاتحاد الافريقي دي اكيده، بس الاهلي ان شاء الله يستهدف في كاس افريقيا ان شاء الله ويرجع لنا بيه ان شاء الله يوم 30 هيحصل باذن الله يا استاذ سامي، ده المتوقع ان شاء الله هيحصل وتكون معانا ونبارك ان شاء الله ان شاء الله ونفتتح بكره مسار الدوري من جديد بفوز جيد ان شاء الله باذن الله. تبقى موفق، نشكرك على وجودك معانا، نورتنا كالعاده. انا سعيد بيكم. ميرسي يا مسيو سامي، اشوفك على خير. طيب انا بشكر حضراتكم، انا بالنسبه لي كده الحلقه خلاص خلصت، انا هروح وكريم هيكون مع حضراتكم للفقره الاخيره الطبيه مع دكتور زينه ابو السعود، وملف مهم جدا ان احنا بنتكلم فيه عن تقويض جهاز المناعة اللي برضه عايز سلسلة حلقات مش حلقة واحدة، لأن أعتقد ده الملف الأبرز حاليا. فاصل ونرجع نكمل. يا أهلا بيكم عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، وتاني وآخر فقراتنا الحوارية واللي هنتكلم من خلالها عن موضوع في منتهى الأهمية، وخصوصا في الأيام اللي احنا فيها دي كل يوم والتاني نسمع ونتعرف على إن في ميكروب جديد، في فيروس جديد، في متحور جديد. فطبعا وسيلة الصد والدفاع الأولى عند كل واحد مننا هي جهاز المناعة، وللأسف ممكن البعض مننا إن ما كانش الكثير مننا يبقى عنده مشكلة في المناعة وفي جهاز المناعة الخاص بيه، بس هو مش واخد باله من هذا الأمر. فنظرا لأهمية تقوية جهاز المناعة فده بالتالي الموضوع اللي هنتكلم فيه دلوقتي في هذه الفقرة اللي منورانا من خلالها دكتورة دينا أبو السعود، واللي ليها وحشة كبيرة من أيام رمضان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا كريم، ازيك؟ منورة الدنيا، ربنا يخليك. كله تمام الحمد لله. تسلم.
عندنا موضوع مفيش أهم منه أعتقد الفترة دي، فكرة تقوية جهاز المناعة، مش بس عشان الواحد يعيش حياته بشكل صحي وسليم، لا ده كمان عشان يقدر يواجه مخاطر ما أنزل الله بها من سلطان، وانت ست العارفين طبعا. أعرف منين يا دكتورة دينا إن أنا عندي مشكلة في جهاز المناعة بتاعي؟ هل معدل إصابتي بأدوار نزلات برد أو بأمراض بصفة دورية ده في حد ذاته إشارة، ولا بيبقى فيه علامات تانية؟ طبعا لازم أي حد بيتفرج علينا ستات رجالة شباب يفهموا إن الجهاز المناعي ده حاجة مهمة جدا إن احنا نقويها، لأن ده خط الدفاع الأول بتاعنا لمحاربة أي فيرال انفكشن أو أي بكتيريال انفكشن وأحيانا خلايا سرطانية. ازاي نعرف ان احنا عندنا مشكله في المناعه او عندنا نقص في المناعه؟ لو زي ما قلت يا كريم، لو بيجي لنا نزلات برد كتير في السنه، أوكي. المفروض الشخص السليم ما يجيلوش غير نزله برد مره مرتين بالكتير قوي، ومده التعافي يعني ممكن حد مثلا يجيله نزله برد يقعد اسبوعين في برد، ده مش عادي، ده لا مش طبيعي. عادي، وحد بيعدي بسرعه في 3 ايام. مهم ازاي ان احنا نعرف نحافظ على مناعتنا بحاجات كتيره جدا. اولا نقلل كميه السكريات، لان السكريات لو اكلناها كتير جدا معدلها في اليوم هيعلي لي جدا التهابات الجسم. انا كنت فاكر ان انعكاسها بيكون في السكر بس، يعني ان هو يعني ان الواحد يبتدي يبقى مريض سكر. ما هو طبعا، ما هو طبعا، لكن كمان في المناعه طبعا بيهد لي المناعه جدا. الاكل المش صحي، الزيوت اللي مش صحيه، طول الوقت بناكل في تحمير كل الحاجات دي مش صح. يمكن كمان بنصح الناس بلاش افراط شديد في الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه. حتى وزاره الصحه قالت لك المضاد الحيوي عند اللزوم، مش مثلا انا مش عارفه صحيه النهارده مالي فرح واخده مضاد حيوي. المضاد الحيوي ده بيبقى بروشيتا، والدكتور هو اللي يقول ناخد اي مضاد حيوي. وكثره المسكنات عماله على بطال، انا اعرف ناس بتاخد المسكنات دي فاكراها بونبوني. فكل الحاجات دي بتبقى عند اللزوم بس، وبتاثر بالسلب على المناعه عليك. طبعا أكيد. طيب اكيد. هل في نقص معين في فيتامينز معينه بينتج عنه بالتبعيه مشكله كبيره او اضطراب كبير في جهاز المناعه؟ اكيد، يعني من اهم الفيتامينز اللي بتعلي لي وبتقوي لي جهازنا المناعي، عندي فيتامين سي مهم جدا، عندي الزنك مهم جدا للمناعه، وعندي النحاس. التلاتة دول مهمين جدا ان ليهم بيبقى انتيك يومي، وصعب ان احنا نعرف ناخد الانتيك يومي من الزنك والنحاس ومن الاكل. فبدعم جدا ELP مالتي فيت او ألب مالتي فيت، بدعمه جدا لانه اولا واخد تصريح من هيئه سلامه الغذاء، وبستاذن اكيد الكنترول هم يعرضوا لنا التصريح على الشاشه عشان يدي امان لكل الناس اللي بتتفرج علينا. هي وبالتالي موجود في كل الصيدليات، موجود في جميع الصيدليات، وعندنا رقم شركه بايوناتشرال نقدر نتكلم نعرف الصيدليه اللي موجود فيها، ونقدر حتى نطلب المنتج اونلاين، بنوصل لكل محافظات مصر. جميل. واكيد على الشاشه ده تصريح هيئه سلامه الغذاء، فده بيدي امان انه اولا موجود في الصيدليات. معنى كده ان ما دام الصيدليه حطاه على الشلف يبقى معاه تصريح ومعاه تسجيل من هيئه سلامه الغذاء. فحاجه امنه جدا، حاجه فعاله جدا مش بس للمناعه. انت عندك ان ألب مالتي فيت دعم جدا للايض والتمثيل الغذائي. فوانس ان انا التمثيل الغذائي دعماه يبقى طاقتي اعلى، فبالتالي مناعة بيستفيد بشكل امثل بكل العناصر الغذائيه اللي بياكلها. طبعا، وبالتالي مناعتي اعلى. انا عايز اقول لك الزنك كمان مهم جدا لكل العمليات الحيويه اللي في الجسم، ونقصه بيعمل لي مشاكل في الايض، وبيعمل لي مشاكل في الميتابوليزم، وبيعمل لي مشاكل كتيره جدا. ألب مالتي فيت اللي بيميزه انه اعلى تركيز في الزنك من بين كل المكملات الغذائيه. لو خدنا الجرعات اللي هي مكتوبه، هو الجرعه اللي مصرح بيها هي بس كبسوله واحده بتتاخد الصبح، بتتاخد الصبح بعد الفطار. هل اخدان الكبسوله دي بشكل يومي لفتره زمنيه طويله ما ينتجش عنها زياده في نسبه معدل الفيتامينات يعني بالظبط، ولا بيمشي لا حاجة. اطلاقا يا كريم، لان النسب اللي موجوده اللي هو مش بس الاحتياج اليومي، احنا يعني مثلا فيتامين يعني سي يعني مفيش فرصه لتراكمها في يوميها، الجسم بيستفيد منها وبيمتصها بالظبط. وبعدين أوكي. اصلا معظم الفيتامينات اللي في ألب مالتي فيت قابله للذوبان في الماء. أوكي. ما بتتخزنش اصلا. طب هو اصلا عشان اخد اي مكمل غذائي اخده من نفسي، ولا لازم الاول اعمل تحليل عشان اعرف انا عندي نقص في انهي فيتامينز بالتحديد؟
بالنسبة لألب مالتي فيت أنا باخده عادي كداعم للصحة وفيتامينز، الفيتامينز اللي فيه قابلة للذوبان في الماء، فالإكسيد منه بينزل عن طريق اليورين أو البول، فما عنديش مشكلة خالص، مش محتاجة حتى أعمل تحليل فيتامينز عشان أخد ألب مالتي فيت إطلاقا. أوكي. طيب حاجة تانية، فكرة إن 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 في أنواع معينة من الأكلات سواء هي في حد ذاتها أو الإفراط فيها ممكن ينتج عنه مشاكل ودروبات في الجهاز المناعي. طيب على صعيد السلوكيات يعني غير الأكل، هل في إحنا عندنا أو عند البعض مننا عادات معينة غير صحية، سلوكيات معينة غير صحية طبعاً لازم ينتج عنها دروب في جهاز المناعة؟ أكيد زي أكيد. زي قلة النوم والنوم المتقطع، لازم لما ننام يعني 12 بالليل دي نبقى خلاص يعني نايمين. مهم قوي النوم بالليل، نوم الليل اللي ربنا خلقه عشان النوم طبعا. ده حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن، يعني بتطرد السموم والجهاز المناعي بيتحفز اكتر وانت نايم بالليل. عندك عدم شرب الميه بتعرض جسمك لجفاف، ده خطأ جدا طبعا. زي ما انا قلت اكل السكريات، يمكن الضغوط النفسيه والتوتر والاوفر ثينكينج والضغط النفسي ده بيرغبط لي هرمونات جسمي وبيعلي لي مستوى الكورتيزول، وده بيؤدي. مش محتاجين نتكلم عن التدخين، لا التدخين اتكلمت عليه كتير قوي. ايوه طبعا. وعدم ممارسه الرياضه بانتظام، عدم ممارسه الرياضه لازم نعمل طبعا، ده مهم جدا. ازاي نسيت اقول البوينت دي؟ مهم جدا ممارسه. انا ما بقولش ان احنا نجهد نفسنا في الرياضه، يعني بقول ننزل نتمشى نمشي شويه نعمل، لان كل يعني عايز اقول لك الحد الادنى الضغط العصبي العدو الاول بتاع الكورتيزون هو الرياضه. فانا حاسه بتوتر اطلع النيجاتيف انرجي باي رياضه. على فكره المشكله بقى في ان اوجه التوتر بقت محوطانا كلنا للاسف. انت بتنزلي يا دينا تروحي مشوار من والى اي مكان، أيوة. بتوصلي المشوار بتاعك وانت مفرهده ومتخانقه لك 4-5 خناقات على طول المشوار على الطريق. ده انا بقول لك كمان يعني ده اضعف الايمان طبعا. صح. في فكره الجري ورا رقمه العيش وفكره تحمل مسؤوليه اسره باولاد الى اخره. اللي عايز اقوله باختصار ان لا مفر من الضغط طبعا، اما هو فعلا لا مفر من الضغط، بس بنحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نقلل التمبر شويه، وبعدين نحاول نتكل على الله بقدر الامكان يعني ونسعى. هو اي حد بيسعى وبيتكل على الله اكيد ربنا بيبقى معاه. طيب نرجع تاني للمكونات بقى احنا طبعا عملنا ستريس اكتر شويه على الزنك والنحاس وفيتامين سي. طيب ما تيجي برضو نمر كده طبعا بشيء من الإجازة على كل عنصر موجود في مكونات الألب مالتي فيت، ونعرف فايدته ايه، يعني كل فيتامين على حدة فايدته ايه للجسم. اتكلمت على فيتامين سي ان هو مهم للمناعة. فيتامين سي مهم لحاجات تانية كتير، منها تعزيز امتصاص الحديد. أوكي. يعني ممكن بتلاقي كتير مننا عنده نقص في الحديد لما بيعمل السي بي سي او الكمبليت بلاد بيكتشر، مع انه بياكل لحوم. من وقتها نقول لك لا لازم تاخد فيتامين سي، لان الحديد لا يمتص، امتصاصه بيبقى صعب جدا. أوكي. والحديد مهم لكل حاجه. أوكي. مهم للدم ومهم للشعر ومهم لحاجات كتير، فلازم تعزز امتصاص الحديد بـ ELP مالتي فيت اللي فيه فيتامين سي. فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولاجين، فما دام بيعزز على انتاج الكولاجين هلاقي ان الكولاجين مهم للعظم والمفاصل، مهم لنضاره وشي وصحه بشرتي. اقدر اقول كمان ان ألب مالتي فيت داخله فيتامين اي، فيتامين اي او فيتامين ه، ده اقوى مضاد اكسده ربنا خلقه. فيتامين اي مهم. إيه انا اسف لمقاطعتك بس عشان برضو شيء بالشيء يذكر، الاكسده دي عشان ده مصطلح بيتسمع وبيتقال كتير، عباره عن ايه كده باختصار؟ اوكسيديشن ده اكسده، يعني الخلايا الجسم بتتلف بدري وبتموت بدري. أوكي. واحنا بنعمل حاجات كتيره جدا بتساعد على اكسده الخلايا، فلازم طول الوقت ان انا اخد انتي اوكسيدنت احارب الشيخوخه بتاعت الخلايا. أوكي. ففيتامين اي انتي اوكسيدنت رائع، مهم للبشره عشان البشره لو حصل لها اكسده هيبتدي البشره تغمق او يطلع لها تجاعيد. ومهم لكل وظائف الخلايا بتاعتي وكل اجهزه جسمي ان انا امشي على مضاد اكسده، امنع موت الخلايا بدري. ويمكن كمان في دراسات قالت ان فيتامين اي مهم لدعم الخصوبه للستات، ويمكن دراسات كمان قالت ان الزنك مهم جدا لدعم الخصوبه عند الرجال كمان. عندك كمان داخل ألب مالتي فيت طبعا احنا شايفين على الشاشه كل مميزات ألب مالتي فيت في كبسوله واحده. انت عندك الاقوى مضاد اكسده، داعم للمناعه، في عائله فيتامين ب كلها.
من فيتامين ب 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 والكوبالامين فيتامين ب 12. الكوبالامين مهم جدا لدعم كرات الدم الحمراء. الفيتامين بي كومبلكس مهم ان انا اخده انتيك يومي لانه مهم قوي للاعصاب وصحه اعصابي. مهم لدعم التمثيل الغذائي، مهم للنشاط، مهم للتركيز. يمكن عندي داخل قلب مالتي فيت كمان الكالسيوم المهم قوي لتكوين خلايا العظام. جميل. طيب انا لو تسمحي لي بس هدمج انا اسف اسئله للمشاهدين في وسط الاسئله اللي انا شخصيا بسالها لك. ففي عندنا سؤال جه من سميره محمد تقول صباح الخير عليكم جميعا، كنت عايز اسال دكتوره دينا، انا بعاني من فكره اني لما بقوم من النوم بحس اني دايخه جدا والدنيا بتسود في وشي لمده كام ثانيه، وساعات برضو بتحصل لي كده او بيحصل لي كده في وسط اليوم لما اجي اقف فجاه بحس بان انا مدووشه ومش شايفه كويس قدامي، فهل نقص الفيتامينز ليه علاقه بهذا الامر؟ احيانا كتير بنسبه كبيره بيبقى نقص الفيتامينز ليها علاقه بالدوخه وعدم النشاط ما دام ما عنديش مرض عضوي يستدعي لذلك. يعني ما عنديش مشاكل لقد اذن وسطى مثلا، اذن وسطى، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، مشاكل في القلب، الحاجات دي احيانا ده بيحصل. ومهم قوي تركز في الفيتامينات والمعادن، لان الفيتامينات والمعادن او حتى الب مالتي فيت رائع، واكيد كمان بتعمل السي بي سي بتاعها وتتاكد ان الحديد عندها والهيموجلوبين تمام. أوكي. لان ده برضو بيؤدي الى دوخه. الب مالتي فيت هيبقى مناسب ليها جدا، هتستخدم كبسوله واحده في اليوم، وبطمنها ان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، موجود في الصيدليات، يا اما تشتريه من الصيدليه يا اما تشتريه عن طريق الاونلاين شركه بايو ناتشرال اللي موجوده على الشاشه، عندنا مناديب في كل محافظات مصر. جميل. طيب في سؤال تاني جالنا من محمد ابراهيم بيقول، هل فكره اخذ المكملات الغذائيه بشكل عام لازم الله ده انا كنت بسالك من شويه السؤال ده، لازم اعمل له تحاليل قبلها ولا ممكن اخدها من نفسي من غير ما اعرف ايه الفيتامينز اللي ناقصاني؟ الفيتامينات القابله للذوبان في الماء ما دام تركيزاتها معقوله اكيد باخدها عادي من نفسي. الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون ممكن وقتها اعمل تحليل للفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون، لكن الب مالتي فيت قابل للذوبان في الماء فما عنديش مشكله لان العالي منه بينزل عن طريق البول. بالمناسبة هل في حد أدنى للعمر عشان حد يقدر ياخد المالتي فيتامين ده أو المكمل الغذائي ده؟ ألب مالتي فيت بنصح استخدامه من سن 14 سنة. مهم. مهم جدا لأن كمان بيساعد على النمو كمان. بيساعد طبعا على النمو وفي كالسيوم وفي مهم للتركيز، ويمكن الطلبة دلوقتي لو عندهم امتحانات وكده مهم جدا ليهم ألب مالتي فيت عشان طول الوقت تلاقي الطلبه مذاكره مذاكره، فبتلاقي غصب عنه في تشتت، المواد كتيره جدا، بدا التركيز يقل. بنصح اي طالب او طالبه يبتدوا او من ساعه ما شافونا يبتدوا يستخدموا الب مالتي فيت، هيفرق معاهم 360 درجه مش 180. جميل جميل. طيب هل اصحاب الامراض المزمنه يعني اللي عنده سكر، اللي عنده قلب، اللي عنده كذا، هل ليه يعني وضع خاص في تناول المالتي فيتامينز بشكل عام؟ بالعكس، مريض السكر الدكتور على طول بيدعمه بفيتامين بي كومبلكس، لان مريض السكر احيانا بيبقى عنده التهاب في الاعصاب، فبيدعمه جدا ان هو ياخد فيتامين بي كومبلكس. ومريض الكوليسترول مهم ليه فيتامين ه او فيتامين اي، لانه بيمنع على زي ما انا قلت هو انتي اوكسيدنت، فبيمنع على عدم اكسده الدهون الضاره وتعمل لي كوليسترول، فهو لا يتعارض مع اي ادويه ضغط او قلب او سكر، ما بيتعارضش مع اي دواء. الدواء رقم واحد لان الدواء هو العلاج الوحيد، والمالتي فيتامينز او الفيتامينات اللي بناخدها فهي داعمه للصحه وده بيكمل ده، لكن اكيد هو ليس علاج زي ما انا قلت. الب مالتي فيت ما بيعالجش اي مرض، لكن زي ما بنقول ايه، صيانه للجسم، زي ما احنا مثلا بعد 10,000 كيلو مثلا بنروح لازم نعمل صيانه للعربيه، فاحنا طول الوقت بنعمل صيانه للجسم بالمكملات الغذائيه، واكيد بنصح بقلب مالتي فيت. بس انت اكيد اتكعبلتي في حد واحد على الاقل كان الامر مختلط عنده وبيتعامل مع المكملات الغذائيه من منطلق ان هي علاج. دي دي يعني دي, دي دي مشكله كبيره، محتاجين نغير كتير من مفاهيمنا. أكيد من ضمنها ان احنا بنوصف لبعض ادويه واحنا مش دكاتره ولا متخصصين، يعني عشان جالي نفس الدور اسكت بقى وابص عديك الخلاصه. أيوه. وجايين له اسم مثلا المرهم او ايا كان. طب ما هو اللي يمشي معايا مش بالضروره يمشي مع غيري. بالظبط.
لا هو اي دواء لازم عن طريق روشته الدكتور، لان الدكتور هو المتخصص وهو اللي عارف العلاج ايه وينفع ياخد ايه وما ينفعش ياخد ايه. ما ينفعش مثلا يبقى عندي حبايه مثلا طب خدي مرهم كذا، طب المرهم ده ممكن يبقى فيه كورتيزون وانا مش عارفه. يعني لازم اي دواء حتى للسكن، يعني حتى مش بس الحاجات اللي بتتبلع، تبقى بروشيت على طول. انا على طول انا بحب كده زياده اطمئنان، يعني أوكي. ان الادويه هي العلاج وهي مع روشته الدكتور. طبعا احنا شايفين البومال تيفيت، احنا شايفين الصوره دلوقتي دي كل الفيتامينات اللي موجوده في البومال تيفيت في كبسوله واحده. أوكي. انا عندي 6 مزايا باخدها من البومال تيفيت. يعني جرعات الكبسوله الواحده، كبسوله الواحده، زنك، نحاس، فيتامين ب كل انواعه، عندي فيتامين سي، عندي فيتامين اي، وعندي الكالسيوم وحمض الفوليك، الفوليك اسيد المهم جدا على فكره. أوكي. يعني حتى مثلا سيده حامل بعتت لي قالت لي يا دكتوره دينا انا حامل، ينفع مثلا اخد الب مالتي فيت؟ فانا بقول للست الحامل لازم تتبع مع دكتور، لان الب مالتي فيت هيبقى داعم ليها جدا، بس احتمال اكيد تاخد نسبه كالسيوم اعلى، محتاجه كالسيوم اعلى. فانا بقول لها مفيش مشكله انك تاخدي الب مالتي فيت، واسالي الدكتور بتاعك لو محتاجه كالسيوم اعلى من نسبه الكالسيوم اللي موجوده في اي ال بي مالتي. الفوليك اسيد بالمناسبه، هل يعني ايه مصادر الغذاء اللي ممكن نحصل عليه من خلالها؟ الفوليك اسيد ده من عائله فيتامين ب. فيتامين ب بيبقى المصادر المهمه جدا اللحوم والاسماك والفراخ، واكثر حاجه الكبده واللحوم الحمراء. بس مش معنى كده ان احنا كل يوم اكل لحمه حمراء عشان اليوريك اسيد ما يعلاش، مهمه جدا اللحمه. طب بس الحسبه دي اتلخبط بقى يعني الواحد ما بيبقاش عارف هياكل ايه، يشرب ايه بالقطاره وياخد ايه بال وانا عملت بقى نظام، انا باكل لحمه ممكن مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع ده بالكثير قوي، اللي هي اللحمه الحمراء. وبعد كده السلمون حلو قوي، سلمون مهم جدا اللي هو السمك السلمون. بس برضو مش كل مهم. الناس طبعا تقدر يعني تتعامل مع السلمون ستيك ده بشكل يومي. لا مش بشكل يومي، يعني مره كل اسبوعين، ده مهم قوي للاوميجا. حتى للرياضيين طبعا طبعا طبعا. والفراخ البيضاء كويس، لكن فعلا اللحوم مهم عشان فيتامين ب. يعني عشان كده بقول للفيجيتيريانز او النباتيين ما ينفعش ان هم يمشوا من غير مكملات غذائيه، لان هم مانعين اي حاجه فيها روح. هو ده صح اللي هم بيعملوه ده بالمناسبه؟ لازم ياخدوا مكملات غذائيه. لا انا قصدي اقول لك فكره ان الواحد يكون فيجيتيريان اساسا، يعني مش تحسي كده ان في حاجه ناقصه؟ في حاجه هو كثره اللحم اللي هو كل يوم برضه، هم يعني مش حلو ان انا كل يوم اكل لحم، مش حلو خالص. اليوريك اسيد هيعلى، ولا حلو الامتناع بالكامل عادة. ولا حلو الامتناع، انا بحب على طول الوسطيه في كل حاجه. اوكي. طب بالمناسبه، هل في برضو من ضمن مشاهداتك ومعرفتك بناس كتير وبالذات الستات اللي بيدخلوا المطبخ وبيطبخوا، هل في عادات خاطئه في الطبخ في التصنيع ممكن ينتج عنها مشاكل صحيه؟ التحمير بنفس الزيت كذا مره بتطلع الفري راديكلز على طول، بتطلع الخلايا الحره وبتاكسد الخلايا وبتعجز للخلايا. عشان كده بقول حتى لما بناكل من بره، انا ما اعرفش الزيت ده اتحمر بيه كده بره، هتعملي فيه انا في البيوت انت بتبقى ضامن ان الزيت ما تقدحش كتير قوي قوي. فده مهم. الملح الكتير، يعني تاكل حاجه فيها ملح كتير، ما بقولش ان احنا نوقف الملح. الصوديوم مهم قوي للقلب، الصوديوم مهم قوي بقى اللي هو الصوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام. لكن بالوسطيه، لكن ساعات بتلاقي الاكل ملح قوي، ده مش حلو خالص. وفكره الاكل المسبك واللي فيه ستات بيتباروا في تسبيك الاكل عشان يثبتوا ان هم ستات بيوت فطريه. واحنا في مصر بنحب الحاجات المسبكه، بس ده مش صحي الحقيقه، مش صحي خالص. مهم ان احنا نوضح برضو النقطه دي حتى لو كان هتزعل مننا البعض منهن. على كل الاحوال انا بشكرك على وجودك معانا، نورتينا وافدتينا كالعاده بوجودك دكتوره دينا ابو سعود. شكرا جزيلا ليكي. واكيد الشكر موصول ليكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نلتقي على خير في يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.